يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث. يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث. يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنه، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا يرد لا من لا يرد العباد قضاؤه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث. خلصنا من النار يا يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث. خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت
أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأعظم الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلنا من عتقائك من النار. خذ المصحف وضعه على رأسك. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك
ما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي. اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك في هذه الليلة يا مولاي فيما أمرت به من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة إذ تقول ادعوني أستجب لكم. اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري يا مولاي وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحدود وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عامي هذا المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع لي في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك. صل يا رب على محمد وآله الطاهرين. سيدي أبا عبد الله هذه ليلة القدر وقلوبنا مشتاقة إلى زيارتك. سيدي أبا عبد الله أنت سفينة النجاة. سيدي أبا عبد الله أنت وسيلتنا يوم القيامة. نتمنى أن نراك لكن يا مؤمن كيف ترى الحسين؟ هو يحضر عند الأموات ويخاطب الأموات عند احتضارهم. يخاطبه ذلك المؤمن يقل له من تكون يا صاحب هالأنوار من تكون يا صاحب هالأنوار المضية. قال لي ما تعرفني
حاجي متجوفن بلا راس ومن نحر حاجي ما انت الذي مات متنادي ويلي عليك تبجي على مصابي يا شيع شلون اخليك ولجني يا شيع لابس ثياب الرزيه لا ياكن انت بعزه وجلال اهلك على التابوت شالوك معزز مكرم واحفرون قبرك واروك لو من عقب موتك على التربان خلوك مثلي ثلاثة ايام بالغبرة رمية اوالي ما حد تروع بالخلايق مثل روعي انا الشهيد اللي ذبح بصدري رضيعي كل ما اشوفه تجري بخدي دموعي يكسر الخاطر يجذب الونا خفيه اوايالي ولا واحد الا انصاب من قبل بفجيعه لكن مصابي ما جرى مثله يا شيعة اسمع اسمع قال انا الذي ذبحه على صدره رضيعا قدام عيال انفطم بسهام المنية بكربلة المذبوح عطشان وانا اللي صارت جثتي للخيل ميتة ورضوا عظامي ورضوا عظامي وعلقوا راسي على اسنان وبنارهم حرقان وخيام الفاطمية السلام على أبي عبد الله الحسين زيارة الشهداء السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن ابن علي الولي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم بأبي أنت وأمي يا ابناء بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة
أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا أبا عبد الله يا زاير ضريح حسين، مني بلغ رسالة. سلم سلم على الحسين يا زاير ضريح حسين، مني بلغ رسالة. إذا جيت الضريح تزور ودمع العين همالة، قل له صدق يا ابني صدرك يدوس الشمر من عالم. صدق يا ابني النبي صدرك يدوس الشمر من عالم. روحي فداك يا أبا عبد الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، واحشرنا معه يا رب العالمين. يا أبا عبد الله أيها الحسين الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.